الفضاء العام في الدولة الوطنية، في الدولة الديمقراطية الحديثة، هو للجميع، بما أننا مجتمع، أي مجموعة من الأفراد المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، فإن الفضاء العام لنا جميعا بالتساوي. يمكن أن يتمظهر فيه المتدين بلحيته وزربية الصلاة وكل هذا، وهو شيء يدخل في المشهد اليومي في المجتمع، ويمكن أن يتمظهر فيه العلماني والطفل والمرأة وكل المكونات المجتمع، واليهودي والنصراني والبهائي والشيعي. الفضاء العمومي للجميع المغاربة الذي يحملون الجنسية المغربية. لكن بالنسبة للتيار الذي يعتمد الشريعة مرجعية، الفضاء العمومي ينبغي أن يكون محتكرا من قبل المؤمنين فقط، والمؤمنين بدين واحد هو الدين الرسمي وهم الغالبية. فكرة الأغلبية هذه من أكبر أسباب عرقلة النقاش الوطني، لأنها مفهومة بشكل خاطئ، ومعها مفهوم الديمقراطية مفهوم بشكل خاطئ، ومعها معنى الانتخابات مفهوم بشكل خاطئ. إخواننا المحافظون يصنعون معجما خاصا بهم، ليس هو معجمنا وليس هو المعجم المتعارف عليه في العالم. يعتبرون أن الديمقراطية هي صوت الأغلبية، وهذا غير صحيح. الديمقراطية ليست فقط صوت الأغلبية في الانتخابات، هذه آلية من آليات الديمقراطية، لكن الديمقراطية قبل الانتخابات هي قيم، وهي قيم المساواة والعدل والحرية. إذا لم تتحقق في المرجعية الدستورية السامية للبلد، فإن الانتخابات تكون مجرد لعبة ظرفية لا تؤدي إلى المطلوب. وإلا فاشرحوا لي، لماذا تنظم الانتخابات في كل بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط ولا يدخل الناس إلى بيوتهم ولا تستقر الأوضاع، بل تبقى الفتنة قائمة؟ هناك انتخابات في العراق، نظمت انتخابات في ليبيا مرتين والفتنة قائمة، نظمت الانتخابات في مصر وانتخب رئيس ثم جاء الجيش وخرج الملايين من الناس ضد رئيس منتخب. لماذا كل هذا؟ لماذا لم تحسم الانتخابات ويستقر الناس ويعيشون السعادة والحضارة؟ لأنهم لم يحسموا في الاختيارات الديمقراطية الحقيقية، وهذا الحسم يكون في الدستور، وفي الدستور المصري لم يتم الحسم، واعتبروا أن أصوات الأغلبية تعطيهم الحق في أن يفعلوا بالناس ما يريدون، وهذه ليست هي الديمقراطية. الديمقراطية هي أنك عندما تفوز في الانتخابات تعتبر حقوق الأقليات التي هي الأغلبية الحقيقية. مثلا حزب العدالة والتنمية في المغرب جاب 1.5 مليون صوت، لكن الأقليات الأخرى اللي هي الأحزاب المتبارية جابت 7 ملايين صوت أو 6.5 ملايين. هنا حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالأغلبية الانتخابية هو أقلية أمام الأقليات الأخرى اللي هي الأغلبية. هذا الشيء علاش في الديمقراطية ينبغي للفائز في الانتخابات أن يحترم حقوق الأقليات، وليس أن يعتبر أن من حقه أن يسحق الجميع ويغصبهم حقوقهم. إذن هناك خطأ في معنى الديمقراطية وأيضا في معنى الفضاء العام. وأن يقول المتدين بأن غير المتدين يستفزه، هذا معناه أنه ليس مستعدا للتعايش. في مدينة سلا في رمضان السابق، أحد الأشخاص الذين يصبغون صباغ، يعني يصبغ البيوت، كان شخص مبلي بالسيجارة، لم يستطع تحمل عبء الصيام فقام بإشعال سيجارة ليستريح، فانهال عليه مواطنون بالضرب، بالركل والرفس والضرب بشكل وحشي. ثم في نفس الوقت بعثوا بأحد الأشخاص ليستقدم الشرطيين. جاء الشرطي ووقف يتفرج إلى أن ينهي الناس الركل والرفس واللكمات، لم يتدخل ليوقف العنف، بل بقي ينتظر، كما لو أن هؤلاء الناس يقومون بواجب وطني. وهذه غاية الوحشية والتخلف، عندما تقبل السلطة مثل هذه السلوكات معنى أنها مستقيلة من وظيفتها التي وجدت من أجلها. الاتجاه الأصح هو أن نطرح السؤال، لماذا يستفز المؤمنون؟ لماذا لا يقبلون
أن يروا آخر مختلف. ولماذا لا يستعملون المنطق الإيماني الحقيقي؟ وما هو منطق الإيمان في رمضان؟ منطق الإيمان هو أن يقول المؤمن: مسكين هذا المفطر، إنه سيصلى نارا ذات لهب في جهنم، بينما أنا سأدخل الجنة لأنني صائم. وهذا شخص مسكين، مصيره مشؤوم وأسود، فيعطف عليه ويشعر بالشفقة عليه. هذا هو منطق الإيمان. المنطق الذي نحتكم إليه ليس منطقا إيمانيا، بل هو منطق سلطوي، منطق الغلبة، منطق عدم احترام الفرد في حقوقه الأساسية. ولهذا عندنا معضلة الفرد المواطن في بلدنا في ظل أزمة الدولة الوطنية التي لم تستكمل عناصر البناء الديمقراطي. لدينا مشكلة عدم الاعتراف بحق الفرد في أن يختار نمط حياته، لأن اللباس والشعائر الدينية والأكل والشرب والتدين أو عدم التدين، هذه كلها تدخل ضمن الحقوق والحريات الفردية التي هي حق للفرد، ودولتنا موقعة على ذلك وملتزمة بها دستوريا، لكنها لا تحترمها. والمحافظون ينحازون إلى السلطة لكي تقمع الفرد، ويعتبرون هذا مكسبا لهم، وهو ليس كذلك. هناك بيانات صدرت من التيار المحافظ في بلدنا تنوه بالأجهزة الأمنية التي اعتقلت شبابا لأنهم اعتنقوا ديانة أخرى، وهذا شيء مخجل. ينبغي لإخواننا هؤلاء أن يخجلوا من أنفسهم ومن مواقفهم هذه التي يندى لها الجبين. لا ينبغي أن ننحاز إلى السلطة عندما تقمع حقوق المواطنين، بل ينبغي أن نكون ضدها وأن نضغط عليها لكي تحترم حقوق المواطنين.